مرحبا أصدقائي، من بعد ما اكتشفنا الحروف كلها مع الحركات القصيرة في الفيديوهات السابقة اللي يمكن لكم تعودوا تشوفوهم من هنا، اليوم غادي نكتشفوا كيفاش كيكون شكل هاد الحروف حسب الموقع ديالها في الكلمة. بصفة عامة الحروف ممكن نلقاوها في أول كلمة ووسطها وآخرها، وكتكون يا إما منفصلة أو متصلة بحرف آخر. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على كيفية كتابة حرف الألف في أول كلمة ووسطها وآخرها. نبدأ بحرف الألف في أول كلمة. حرف الألف في أول كلمة كيكون بحال هكا. حرف الألف في أول كلمة كيتكتب بهذه الطريقة. الآن غادي نتعرفوا على كلمة فيها حرف الألف في الأول. أسد. الألف هنا جا في أول كلمة ومنفصل على حرف السين. قرأوا معايا. أسد. يلا اكتبوا معايا. أسد. وخصنا نعرفوا بأن حرف الألف في أول كلمة عمره ما كيكون متصل بالحرف اللي بعد منه. الآن حرف الألف في وسط الكلمة. حرف الألف في وسط الكلمة كيكون يا إما بحال هكا أو بحال هكا. نبدأ بحرف الألف من اللي كيكون متصل بحرف قبل منه. من اللي كيكون حرف الألف في وسط الكلمة متصل بحرف قبل منه كنكتبوه بهذه الطريقة. يلا نتعرفوا على كلمة فيها حرف الألف في الوسط ومتصل بحرف قبل منه. فأس. حرف الألف في وسط الكلمة هنا جا متصل بالفاء ومنفصل على السين. قرأوا معايا. فأس. يلا اكتبوا معايا. فأس. دابا نشوفوا كيفاش كيتكتب حرف الألف من اللي كيكون منفصل على الحرف اللي قبل منه. من اللي كيكون حرف الألف في وسط الكلمة منفصل على الحرف اللي قبل منه كنكتبوه بهذه الطريقة. يلا نتعرفوا على كلمة فيها حرف الألف في الوسط ومنفصل على الحرف اللي قبل منه. رأس. هنا حرف الألف في وسط الكلمة وجا منفصل على الراء وعلى السين. قرأوا معايا. رأس. يلا اكتبوا معايا. رأس. وخصنا نعرفوا باللي حرف الألف في وسط الكلمة عمره ما كيكون متصل بالحرف اللي بعد منه. الآن حرف الألف في آخر الكلمة. حرف الألف
في آخر الكلمة كيكون إما بحال هكا أو لا بحال هكا. نبدأ بحرف الألف من اللي كيكون متصل بالحرف اللي قبل منه. من اللي كيكون حرف الألف في آخر الكلمة متصل بالحرف اللي قبل منه كنكتبوه بهذه الطريقة. يلا نتعرفوا على كلمة فيها حرف الألف في الآخر متصل بالحرف اللي قبل منه. مرفأون. الألف آخر الكلمة هنا جا متصل بحرف الفاء. قرأوا معايا مرفأون. يلا كتبوا معايا. مرفأون. دابا نشوفوا كيفاش كيتكتب حرف الألف من اللي كيكون منفصل على الحرف اللي قبل منه. من اللي كيكون حرف الألف آخر الكلمة منفصل على الحرف اللي قبل منه كنكتبوه بهذه الطريقة. يلا نتعرفوا على كلمة فيها حرف الألف في الآخر منفصل على الحرف اللي قبل منه. يقرأ. الألف آخر الكلمة هنا جا منفصل على حرف الراء. قرأوا معايا يقرأ. يلا اكتبوا معايا. يقرأ. الآن نقوم بتذكير الحرف الألف حسب الموقع ديالو في الكلمة. حرف الألف في أول كلمة كيتكتب دائما بحال هكا. مثال أسد. حرف الألف في وسط الكلمة كيكون إما منفصل على الحرف اللي قبل منه بحال في كلمة رأس، أو متصل مع الحرف اللي قبل منه بحال في كلمة فأس. حرف الألف في آخر الكلمة كيكون إما منفصل على الحرف اللي قبل منه بحال في كلمة يقرأ، أو متصل مع الحرف اللي قبل منه بحال كلمة مرفأ. مراجعة. لاحظوا معايا كلمة أرنب. فينا هو شكل حرف الألف المناسب للسامنة فيها؟ نعم، حسن جدا. أرنب حرف الألف كاين في أول الكلمة وهو منفصل على الحرف اللي بعد منه. لاحظوا معايا كلمة كأس. فينا هو شكل حرف الألف المناسب للسامنة فيها؟ نعم، حسن جدا. كأس حرف الألف كاين في وسط الكلمة وهو متصل بالحرف اللي قبل منه. لاحظوا معايا كلمة بدأ. فينا هو شكل حرف الألف المناسب اللي استعملنا فيها؟ نعم، حسن جدا. بدأ حرف الألف كاين في آخر الكلمة وهو منفصل على الحرف اللي قبل منه. وما تنساوش أن الألف كيكون إما منفصل أو متصل بالحرف اللي قبل منه، وعمره ما كيكون متصل بحرف بعد منه.